السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أننا احنا في عصر الذكاء الاصطناعي دلوقتي هنتكلم عن صناعة الانيميشن. طبعا معروف ان صناعة الانيميشن دي من اصعب الصناعات، ومحتاجة رسومات ومحتاجة جرافيكس ومحتاجة ناس يعرفوا يرسمهم وناس بيعرفوا يتكلموا. لكن دلوقتي انا هقول لك الذكاء الاصطناعي غير مسار المجال ده، وبقى سهل جدا انك تصنع يعني ممكن مقطع انيميشن علشان تقدر تربح منه، وكتير قوي محتاج الصناعة دي موجودين على الانترنت علشان تقدر تكسب منه. انا اعرف ناس تقدر تكسب من صناعة الانيميشن تقريبا في الدقيقة او في كل 5 دقائق تكسب مبلغ قد كده. لكن دلوقتي انا اقول لك صناعة الانيميشن على الذكاء الاصطناعي. اول حاجة انك بتفتح معاك على الكمبيوتر هنا او بتفتح على التليفون براحتك، وبتكتب حاجة اسمها هنا فوق animations for YouTube free، تمام؟ دي زي ما انت شايف كده. بعد كده عندك هنا بتضغط على اول حاجة او اول اختيار ليك، وبعدين بتسجل يعني بتعمل تسجيل دخول عبر حساب جوجل. بعد كده بتضغط على make animations for free YouTube free. استنى كده شوية لحد ما يفتح لك الصفحة بالشكل ده كده. اول حاجة هتلاقي عندك الشخصيات دي، الاول المقاسات، ممكن عاوز تعمل ستوري او ريلز، او بتعمل مثلا في مربع، في بورتريه، في مثلا لل لاندسكيب اللي هو شاشه اليوتيوب عادي جدا بتخليها بالشكل ده كده، ودي الباك جراوند اللي هي الخلفيات اللي انت عاوز تضيفها، يعني خلفيه مثلا هنا على البحر، خلفيه في بين الجبال، خلفيه قدام بيت، زي ما انت عاوز. ودي الشخصيات اللي تقدر تستخدمها، حتى كمان ممكن تقدر تستخدم شخصيات الهيومنز اللي هي الاشخاص البشر، ده طباخ وتقدر تستخدم اي شخصيه من الشخصيات اللي قدامك دي. على سبيل المثال مثلا انا هختار الشخصيه اللي قدامك دي، تمام؟ ممكن اخليها واقفه بالشكل ده كده، او ممكن اخلي مقاس الصوره ممكن يبقى ستوري او ريلز، تمام؟ او يفضل ان انا اخليها بالمقاس لاندسكيب علشان انا احتاجها لليوتيوب. بعد كده بتختار الباك جراوند، تشوف بقى هو مثلا في واقف في خلفيه وراه شكلها عامل ازاي. ممكن اخلي الخلفيه اللي وراه بالشكل ده كده. طيب ازاي بقى اخلي الشخصيه دي تقدر تتكلم، تقدر يعني بيبقى حركه شفايفها كده بنفس حركه شفايفي انا. كل عليك بس انك تضغط على كلمه ريكورد هنا، وبتبدا تدي سماح اللي هو يقدر يستخدم المايك عندي. ومثلا انا هقول النهارده هنتكلم عن طريقه الربح من الانترنت على الانيميشن ده، واخليه يتكلم نفس كلامي، تمام؟ بضغط على الاو، بيعد هنا معاك. النهارده هنتكلم عن طريقه الربح من الانترنت. بعد كده بتضغط على كلمه ضن هنا، وبيبدا يعمل تحليل الصوره زي ما انت شايف كده، ويشوف النتيجة شكلها عامل ازاي في الآخر. هو بيقول لك هنا uploading، بيعمل upload للصورة وبيعمل upload للخلفية وبيعمل upload للصوت وبيحسنها، بيحسن جودتها كأنك مستخدم مايك احترافي، يعني مش شرط انك يكون معاك مايك بروفيشنال، بس هو بيحولوك لصوت المايك الاحترافي، تمام؟ بيقول لك هنا جاري تحليل الفيديو او processing فيديو، وبيفضل يعد معاك لحد ما يبدأ يعني ينتهي معاك. بيقول لك هنا ان الشخصيه دي تفضل بنفس الشخصيه ونفس الباك جراوند ونفس الصوت اللي انت اتكلمته. بعد كده بيظهر لك الشخصيه بالشكل ده كده، ولما اجي اضغط عليها ضغطه كده هشوف هو هيقول ايه. النهارده هنتكلم عن طريقه الربح من الانترنت، وزي ما انت شايف كده قدرت ان انا اصنع انيميشن، وحتى كمان بصوتي وكمان حركه شفايفي، من غير محتاج ان انا ارسم ومحتاج ان انا اقعد افكر واقعد اعمل محتوى. اكيد انت مش هتقعد تفكر انك تعمل محتوى، لان تشات جي بي تي، انا عملت فيديو ازاي تقدر تصنع حساب على تشات جي بي تي علشان تقدر تصنع سيناريو او محتوى تقدر تقدمه على اليوتيوب. بعد كده بتضغط على داونلود هنا، تمام؟ وبيبدا يعمل داونلود كده. ومجرد ما النهارده هنتكلم عن طريقه الربح من الانترنت، وبكده نزل على جهاز الكمبيوتر عندك، تقدر بقى تستخدمه بقى انت في المونتاج، تقدر تستخدمه بقى على اليوتيوب، او انت تقدم محتوى زي ما انت عاوز. مدة الفيديو طبعا هي مش محددة عندي، يعني تقدر تعمل حتى الفيديو هنا او تعمل ريكوردنج بشكل مفتوح، ما فيش فيه اي مثلا مش حاطط لك فيه اي ليميت معين كده. يعني قلت لك ازاي تقدر تعمل خاصية الذكاء الاصطناعي او تعمل انيميشن بخاصية الذكاء الاصطناعي، وبكده الشرح انتهى. اتمنى يكون الشرح عجبك، يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة، ومع السلامة.